السلام عليكم. انا نسيبت الضحيه اللي مات اللي هو مصطفى. انا اش بغيت نقول لك مقابل يا ملكول، انا تنوب على اختي اللي هو راجلها راه ضاعت فيه ولا اله الا الله. السيد اللي مات قبطو الكوميسير ديال المنطقه، نقول لك واش المنيري تاع لاب جمع الفلا لقاه فوقيد سياحي مدة 14 عام، ماشي الاول، ماشي عام ولا عامين ولا، يعني باقي صغير، باقي هو ما تزوجش وهو فوقيد. فوقيد اصلا مع باه، باه عنده ثلاث جوج بازارات اللي متكين على الجامع تاع مولير يزيد، وراه معروفين يمشيو يسولو ويشوفو. ملي جا الزنزال كان تيخدم مع باه في الحانوت، ما تيخرجش للزنقه، تيبقى في وسط الحانوت في وسط البازارات. وانما ملي جا الزنزال قدر الله داكشي ديال الله، ربوا اليوم الحوانت، داروا اليوم الكالات، تسدوا اليوم الحوانت، خرج تترزق على الله في الزنقه تيدير تفوقيت سياحي، يعني ما دار حتى شي حاجه عيب، هادشي عادي. وعنده جوج بنيات وتيصير على باه اللي هو مسكين، طرات ليه كسيده حتى هو مهرس، تيصير على دارهم وحنين في باه وحنين في امه. اه ما بيت هو مريض، مرض مزمن على السكر، الى فتا خطاه السكر في الدواء ديالو اه ما تيعيش، راه تيمرض. وحنا هادشي راه تنعانيو به وتنعرفوه، هادشي تنعرفوه، ما تنخليوش يفوت دواه، هو ما تنخليوش يفوت دواه. حنا تنقولو ليه اه مصطفى الدواء حنا اللي رادين ليه الاولى وتنشربوه في الدواء، الا فات الا تفقس هاكل هاك ما تنخطيوش دواء، ضروري تنشربوه دواء. الماكله تاعتو تينوض بغرق النعاس، مرتو مرتو. انا هادشي كله تنقولو ليك النيابه على اختي، يعني ماشي تنقول شي حاجه من عقلي، النيابه على اختي اللي هادشي كله تتعيش فيه اختي وتنعيشو فيه هنا. راه مصطفى راه خونا، مصطفى راه ولدنا، مصطفى راه تفرقنا معاه النعاس، مصطفى راه ديما حنا معاه، راه مصطفى ديما حل دارو حنا ديما قاعدين معاه، يعني عارفين الحره والحلوه من جهتو، يعني عارفو كيفاش تيعيني، كيفاش تيعاني. يعني هاد السيد ملي هو كان فوقيد لقاه الكوميسير ويديه ناض راجل اختي، الله يرحمك يا مصطفى. انا تنقول لي حقك اللي انت يا متي وما عطوكش حقك تقول فمك، انا تنوب عليك اخويا مصطفى، الله يرحمك ويثبتك على السؤال. ملي قبطوه قال لي انا راه مريض وفيا السكر، بلاتي ندور هي المراه عندي تجيب لي دوايا. قال لي والله لا مشي، والله لا شتيتيه انت هذاك المرض باش تعنى، حلف بيميني. قال لي بالقسم انت تهبط. قال لي الله يحمى ليدك. قال لي حلف باليمين تهبط. مشى دا لابيجي، جانا تليفون بينا راه نسيبكم راه مقبوط. مشينا تنتجراو فعلا حيت ما خصوش يخطا دواه. والفقسه واش بنادم ما شربش دواه ومفقس ودخلت عليه الفقسه، كي بيكون هاد السيد كي بيكون تقبط. مشينا عندو هضرنا معاه من الشرجم، قالني مصطفى واش حاس براسك، حاس براسك بشويه؟ قال لي شويه الحمد لله. فينا هما بناتي؟ قلنا ليه راه هما وطني، هو كان تيتسامح معاهم عارف راسو بيموت. جبت ليه بنته صغيره نعمه، اسأني معايا ماقي مسكينه صغيره، ديتها معايا ما لقات السوق، ما سكراش تشوف تبوس باها، كتجي ليه مسكينه هكا وتدي ليه هكا وبعيد عليها من الشرجم. قال مصطفى بلاتي هاني هاني جيت اخويا ندخل، يعني اختي مسكينه اللي بتقول هذا الشيء. قلت انا في بلاصتها حيت اختي تصدمت مني شافت راجلها تقبط وعرفته بها وقلت لكب، حيت هذاك السيد حلف بيمين وما يطلقوش، حلف بيمين وتيهبطوا لكب، يعني راه هو راجل اختي عادي يموت ولا عادي يمرض، وها هو مرض وها هو مات. يعني داك الشيء اللي كنا خايفين منه ها هو التوقع، حيت حنا اللي تنعيشوا معاه في المرض وعرفنا المرض وكي داير. يعني لا اله الا الله. ملي مشينا عند عند الكوميسير وتنطلبوه وقلنا ليه عافاك، هي الدواء ديالو، هي الوراق ديالو، حلف بيمين وطيب لكم. يعني ما عادش نتحداو السلطه، ما عادش نديرو المشاكل ونديرو الفوضى ونديرو الغوتو في باب لابيجي، ما يمكنش. رجعنا للورو تكحزنا للورو تنشوفو مسكين راجل اختي هكا من الشبيك تيضرب راسو مع الشبيك، يعني واش الحر ديال لاسيطو اللي طلعت ليه، واش الحر ديال السكر اللي تيتحرق ليه بشويه بشويه مسكين، مع علم ولله.
واحد شويه تتبان لنا استفيض، حنا تنقولوا له على واسا يشوفوا حالته ويبقى فيهم ويخرجوه من هنا للعشيه، من هنا لليل، من هنا يعني ما خرجش سيدي، يعني حالفين بينهم ومتهبطوا، تيشوفوا حالته هكا مفقس وهكا تضرب راسه مع الشبيك، يعني الحر ديال لاسيطو اللي بطلع عليه، الحر ديال السكر اللي بيت تحرق ليه، ولكن هما ما فيهمش الشفقه، خلاو هكاك هكاك مسكين تيعاني بالمرض ديالو اللي ما لقاش ليه دوا منين يدوز ليه. هبطوا في الطوموبيل، مشيت عنده انا اختي فاش تمشي ما قداش تمشي، تحشوا لي ركبي صدمات، عرفت راجلها غادي لكب عادي يا مرض. مشيت انا عطاني الله واحد شويه الشجاعه، مشيت وقفت قدام مصطفيت وانا نقول له مصطفى بيتي تمشي اخويا لكب، راك بيتي تموت وراك بيتي تمرض. ما تيهضرش مصطفى، تيشوفني بعينيه ولكن الفم اللي بيهضر ثقيل عليه. ندق واحد الطابيض شاد المحضر وتيقول لينا شوف اختي والله الا غدا بيخرج، وقسم بالله الا غدا مع تسعود بيخرج. تنقول ليه بصح بصح اخويا، تنقول ليه شوف اثقت فيك، قال لي ثقي فيا، تنقسم لك بالله وراه هاد الجمله اللي قلت من هاد المنبر راه ممكن هاد الطابيط اللي هضر معايا هاد الهضره راه عادي يسمعها وعادي يعرفني راه ما كذبتش عليه. انا قلتي الحقيقه، حنا بينا الحق ديال رجل اختي ما يضيعش، حيت مسكين مشى فين مشيو كاملين، ضاع مسكين وخلى بنياتو صغيورين. ملي هضر معايا الضابط وقال لي قسم الله حتى يمشي في حالته غدا مع تسعود، راه دابا جات التعليمات من عند الوكيل الملك، راه حنا راه ما يمكنش نطلقوه، ولكن هاد التعليمات عند الوكيل الملك راه ما فخباروش بان هاد السيد كان مريض، ما جاتوش ملي جاتو التعليمات بان هاد السيد لقيناه فوق يد راه عادي نهبطوه، قال لهم يهبطوا يعني دار خدمته، وانما ما قالوش ليه الحاله الصحيه ديالو، حيت كل وكيل مع احتراماتك سيد الوكيل الوكيل العام راه كوكلتي عرفتي رجل اختي تيعاني في وسط الكاب بانه هو مريض وعندو الدواء ديالو راه محروش عاد تهبطو، مع احتراماتك سيد الوكيل حيت ما عادش تهبطو. كلهم عاد ضابط الشرطه القضائيه عاودت ليك وقالت ليك بالحاله ديالو باش تيعاني وبانه هو راه مريض وما يمكنش يهبط لكاب حيت هو مريض تيعاني بثلاثه الشوكات باش تيضرب الغسان راه بات تحرق ليه السكر وتطلع ليه لاسيطو اللي فوق، يعني ما يمكنش عادي تحن فيه عندك وليداتك عادي تحن فيه، وانما هما ما عطاوكش الاخبار الصحيحه، قالوا لك هي اللي بغاو، انت درتي هي التعليمات ديالك، مع احتراماتك سيد الوكيل، انا ما تنتحملكش مسؤوليتك انت، حيت انت قريتي هي المحضر اشنو فيه، انت قريتي هي التعليمات ديال الشرطه القضائيه اشنو تتقول، ولكن ما قالوش لك بان هذا السيد مهلوك، راه مريض، الا فتهبط لكب راه ممكن يعيش، ممكن ما يعيش، وانما هو ما عاش، يعني داكشي اللي قلنا راه ما عاش، والله يرحمه، والله يتبتع السؤال، ملي هو مشى للولايه ما هبطش، خلاوه في البيرو الفوق، حيت شافوا حالته الصحيه ما تتبشرش بالخير، هزوا التليفون ديالو عندهم اللي كان في جيبو، صوناو على مرتو، جاوبته مرتو، قالت لهم نعم، قالها واش انت مرتو؟ قالت ليه ايه، قال لها راجلك باش تيعاني؟ ياه يذكروا لهاديك راجلك باش تيعاني؟ قالت صافي راجلي مات، تلقات التليفون في الارض، هزيتو انا شخصيا ولا نهضر مع شي ضابط فيهم في الولايه ما عرفتش شكون هو، هضرت معاه في التليفون، قلت لي نعم اخويا قول لي، قلت لي واش هي راجل اختي؟ واش مات؟ واش باقي حي؟ تيقول لي هضري معنا باش تيعاني؟ اش من المرض باش تيداوي على اش من مرض تيداوي عليه؟ وانا نقول ليه على المرض السكر. يعني ما باقيش خلاني نكمل هضرتي، تكرت ليه السكر ويقطع عليا، ما باقي عرفنا السيد واش حي ولا ميت، ما باقيش عرفنا، دابا عطينا الخبر ما يمكنش، الولايه ما يمكنش تدخلي لها تشوفي، الماكله ما تدخلش تشوفي، يعني ما كاينش اللي بيعطينا الخبر، حزنا امرنا الله وسكتنا، ما عندنا ما نديرو، هذا حكم الله. تقبض في لاكاب ودوز هذاك السبت كله مسكين تيعاني بمرضه، يعني الدواء ديالو الماكله تاعتو ما كايناش، وانما نهار الحد داز عند الوكيل العام، النهار كامل وهو ضل في لاكاب، يعني ما وكيل الملك، النهار كله داز الحد، ما واكل، ما ضرب المفتاحه السبت وما ضربهاش الحد، والحد النهار كامل وهو تيضل فيه، كي بيكون هذا السيد مسكين، يقولوا لي انتوما شادوه بالحق كي بيكون هذا السيد مسكين، وهو مريض بالدواء وما خصوش دقيقه.
ما يستغناش على الدواء ديالو، وهو مسكين النهار كله وهو قاعد في المحكمه تيتسنى النوبه ديالو تجي عند الوكيل العام باش يشوف اشنو بغى يدير معاه. ومن وصل عند الوكيل العام هضر معاه شوف اشنو داز بيناتهم، العلم لله يعني داكشي اللي تقالوا بعضياتهم راه الدار راجل اختي مسكين معاه عند الله، يعني ما عرفتش اشنو تقال بعضياتهم. دخل راجل اختي دخلوه اللقب داو اللدايه، هذا الحد داو اللدايه. صباح الاثنين، الاثنين عنده الجلسه، جابوه للجلسه النهار كامل وثاني يعني في الليل مني داو اللدايه ما اعتنوش به، ما داوش السبيطار ما ضربوش ليه الدواء، حيت كون داو السبيطار وعطوه الدواء كره عنده واحد الامر شوي كره الدواء سرح ليه في الدم ديالو كره واحد شويه يتسعى، يعني ما عطاوش الدواء يعني مشى ارموه. العلم لله ارموه العلم لله، انا يعني ما نقول شي كلمه اللي نتحمل مسؤوليتها، وانما صباح الاثنين عنده الجلسه، الاثنين عنده الجلسه، الاثنين عنده الجلسه لحد دوزوا في لكب والاثنين دوز عندو الجلسه. ملي وقف قدام الرئيس جابوا بوليسي جوج، دوك الجوج تاع ريشاف دوك تيقابلوا الحب دوك دوك السجناء، شدوا واحد من هنا وواحد من هنا جرينو بيدخلوه عند الرئيس باش يشوفوا الرئيس يهضر معاه. قال ليه اشنو سميتك؟ يعني راجل اختي مسكين غايب ما عقلش اشنو سكر تيشوف فيه، ولكن باش يهضر ما هضرش. حنا شفنا الحاله ديال راجل اختي كيفاش تيعيش، صافي ما بقيتش انا تحكمت في راسي نض تنجري ومشيت تنجري عند الرئيس وقفت قدامه وتنقول لي خفت لنقول لي انا راه نسيبته وما يعطينيش حقي نهضر معاه، حيت مرتو سمعت صوته وهي تهرب صافي زاد تصدم نهضر. قال لي مالك باش تعاني؟ شكون هما شكون الهلو هاد السيد؟ نط انا على النيابه اختي حيت اختي مسكينه شافت راجلها في ديك الحاله تصدمات ما قدرتش باقي تهضر، نط انا النيابه على اختي ووقفت وترجيت الرئيس وقال لي اش تجي انت؟ خفت لنقول لي انا نسيبته وما يبغيش يعطيني حقي نهضر، قلت لي انا مرته. قال لي تفضلي مع احترامات لصائد الرئيس اعطاني الوقيته وتسمع لي الاقوال ديالي. قال لي نعم، قلت ليه راه راجلي تيعاني مرض مزمن على السكر والسكر الخايب. كي قلت ليه ديك السكر الخايب وطلع على حالته ولقى لها يعني ما تتبشرش بالخير، تيضرب في المكتب وتيغوت ومع احتراماتك السيد الرئيس راني دابا تنقول هذا الشيء وراه عادي تسمع هذا المنبر ديالي وعادي تعرفني بان راه ما تنكذبش، انا عاودتي الحقيقه وهذا الشيء راه داز بيني وبينك وراه انتك عرفتي. تيضرب في المكتب وتيغوت وتيقول سيري جيبي ليه دواء، جيبي ليه دواء وفينا هما الوراق. شافو مسكين وتعامل تعامل انساني، ماشي زعما تعامل تعامل انساني. ملي شافو مسكين في ديك الحاله تيضرب في المكتب وتيقول لك سيري جيبي ليه دواء فينا هو الدوسي. مشيت انا نجيب ليه الدواء، يعني ما تسنيناش الدواء يجي من الدار، مشينا حنا شريناه بنايين عتقوه، مشينا شرينا الدواء من الفرماسيه باقي جديد وشرينا وجبنا الوراق. ملي حنا خرجنا الدخله اللي بينا ندخلو حبسنا السيكوريتي فم الباب اللي حدا الشانطي، تنترجى ومرتو تتبكي وترجى ليه بين رجليه ما باش يدخلوا لينا. كنقول لها هادشي راه التعليمات على التعليمات ديال الرئيس، هو اللي صيفطنا وهو اللي قال لنا سيري جيبوا ليه الدواء، راه هو طيح حكومه في بيت لكب عندكم في المحكمه ولكن لا ما حسوش بينا. قال لك لا ما يمكنش هذا سكيورتي. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.